مساء الخير لكم مشاهدي شاشة تلفزيون لبنان بحلقة جديدة من تي ال سبورتس. قبل أسابيع قليلة أو قبل أيام قليلة على نهاية الدوري اللبناني لكرة القدم اشتعلت أكثر وأكثر على صعيد الهروب من القاع. هذا الأمر يلي قلناه قبل أسابيع قليلة، قلنا أنه حتى المراحل النهائية من عمر الدوري اللبناني رح تكون الأمور مشتعلة ورح تكون منافسة كتير قوية على الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية. هالأسبوع كان عم يحمل ثلاث مباريات مهمة جدا، شباب الساحل السلام زغرتال أخاء الأهلي عليه الشباب الغزية والتضامن صور الراسنج، هن المباريات يلي كان عليها الفوكس الأكبر وكان عليها التركيز الأكبر. تنشوف كيف صار الترتيب أكيد بهالحلقة ونشوف شو هي التوقعات للمرحلة المقبلة، وخصوصا انه العديد من الفرق اصبحت بوضع خطير، لكن ايضا بغير رياضات دانية عم نوصل لنهايه الموسم. بالفعل شرب بالبدايه مساء الخير، بالرياضات الاخرى صرنا واصلين تقريبا لنهايه الموسم، بكره سله سيدات وصلنا للاخر، لكن بحلقه اليوم ما رح نكون مع ابرز شو عم بيصير لانه خلال هالاسبوع بتنطلق المباريات السلسله النهائيه. رح نكون اكيد مع كره الطائره، الانوار الجديده صار متقدم 2-0، اكيد رح نعرف هالاسبوع شو رح يعمل بنتيجته بالمباراه الثالثه والرابعه والخامسه اذا كان بحاجه الفريق لمباراه الرابعه والخامسه. بعدين اكيد رح نكون مع رياضات المدرسيه. إذا البداية رح تكون مثل العادة مع الدوري اللبناني لكرة القدم، عدد كبير من المباريات المهمة مثل ما ذكرنا عم تصير على صعيد الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية، لكن أيضا بهالأسبوع كان في مباراة هي عنوان دائما. عندما نقول الأنصار والنجمة بنكون عم نحكي عن كلاسيكو كرة القدم اللبنانية، عندما نقول الأنصار والنجمة بنكون عم نحكي عن أكثر فريقين كبار على الصعيد الشعبي، عندما نقول أنصار والنجمة بنحكي عن منافسة بغض النظر عن عنوان المباراة. في حال كان الأنصار عم ينافس على اللقب أو النجمة ما عم ينافس على اللقب، دائما مباراة الأنصار والنجمة بتحمل كتير إذا مش بالملعب على المدرجات. رغم أنه القمة التقليدية بين الأنصار والنجمة أصبحت خارج حسابات المنافسة على لقب الدوري اللبناني اللي حسموا العهد لمصلحته، إلا أنه جمهور الفريقين ما كان معني بهالأمر أبداً. حدت المنافسة الجماهيرية الشهيرة بين الأخضر والبيدي كانت حاضرة بداية بالمدرجات اللي أراد كل من الجمهورين فرض حضوره فيها، فكان الإشكال قبل سافرة البداية بعد ما اقتحم جمهور النجم المدرج اللي كان مفترض يكون مخصص لجمهور الأنصار ما تسبب بتأخر انطلاق المباراة لمدة نص ساعة. الحماوي اللي كانت على المدرجات ما كانت بعيدة أبداً عن أرض الملعب، فكان النجم حاضر بقوة من بداية اللقاء ليفتتح التسجيل عبر نجمه وهدافه خالد تكجي بعد لعبة مرسومة جماعيا وتبادل رائع للكرة مع زميله محمد شمص. النجم كان هدفه بهالمباراة الفوز وانتزاع الوصافة من الأنصار، فكان الطرف الأفضل والأخطر والأكثر تنظيما بالشوط الأول، لكن الفريق الأخضر ما كان منافس سهل أبدا بظل الإصرار الكبير يلي كان عنده للتمسك بالمركز الثاني بعد ما فقد الأمل بإحراز أي لقب هالموسم. الخطورة الأنصارية كانت موجودة أكثر من مرة على مرمى الحارس أحمد تكتوك اللي تألق بإبعاد الكرات عن شباكه لحد ما حصل الأنصاريين على ركلة جزاء هدية ترجم أمير البنالتي النيجيري أبدي برينس إلى هدف التعادل. هالهدف دفع النجم أكثر للهجوم وتحديداً عبر تكجي اللي حاول يأخذ الأمور على عاته أكثر من مرة، هو اللي اعتاد الظهور بصورة النجم بالمباريات الكبيرة اللي خاض فريقه هالموسم، إلا أنه صافرة نهاية اللقاء كانت أسرع من الجميع ليخرج الفريقين مقتنعين بالنتيجة وبالنقطة اللي حصل عليها كل واحد منهم. الدوري مثل ما بتعرف أنت انتهى، لعبنا ماتش عشان يليق بالفريقين وبالناديين، والحمد لله هذا اللي صار لو ما صارت هالمشكله الصغيره اللي قبل الماتش، بس الحمد لله بيضنا صوره النجمه، طلعنا بتعادل 1-1 بما انه نحن كان فينا ننهي المباراه، بس هلا الحمد لله رح في عنا الكاس ان شاء الله بنعوض فيه. مباراه تعادله بحس بعدنا ثاني بالترتيب، والحمد لله اللعيبه كانت قد المسؤوليه ومباراة تعادل يعني منيح للفريقين. بالمباراة اللاحقة شباب ساحل وسلام زغرتا، سلام زغرتا شرب اللي كان الأسبوع الماضي بوضع أفضل من هالأسبوع، شباب الساحل كان عنده أكيد معطيات أخرى. يعني شباب الساحل فينا نقول حط حاله بموقف حرج بالفترة الأخيرة بعد ما نجح ولا يحقق أي فوز مع المدرب التشيكي ليبور بالا. مباراته مع سلام صغرتا كانت حاسبة مثل كل المباريات الأخرى، لأنه شباب الساحل بكل بساطة أصبح قريب من دائرة الخطر، إلا أنه شباب الساحل نجح بهالمباراة من الخروج بالمطلوب إذا فينا نقول.
نقطة أفضل من لا شيء بهالمرحلة الحساسة، هيدا يلي ممكن يقولوا ويقتنع فيه شباب الساحل يلي كان وضع نفسه بموقف محرج بالمراحل الأخيرة وكاد يدخل المعمعة بشكل أكبر بهالمرحلة، لكنه نجح بالخروج متعادل مع سلام صغرتا 1-1 على ملعب العهد. الساحل يلي بعد ما حقق أي فوز بقيادة مدربه الجديد تشيكي ليبور بالا وجد نفسه متأخر بالشوط الأول بعد ما نجح الأوغندي ريتشارد كاساغا بهز شباكه برأسية بالدقيقة 33 ليظهر السلام كأنه هو الفريق المهدد وعم يقاتل للبقاء. النص ساعة الأخيرة كانت الفترة الأهم من المباراة عندما شعر بالا بالخطر فأقحم مهاجمه العاجل مصاب كريستريميلو رونيو، وبعد دقائق قليلة من دخوله نجح بالحصول على ركلة جزاء، لكن حارس الضيوف محمود الصيداوي كان له رأي آخر بعد ما تصدى لتسديدة الفلسطيني وسيم عبد الهادي. من بعدها واصل الساحل صحته وكان له أكثر من محاولة افتقدت للدقة المطلوبة بظل رعونة لاعبينه، فكانت كراتهم عم بتصيب حارس الفريق الزغرتاوي بمكان وقوفه. الدقائق كانت عم تمر بسرعة على لاعبي الساحل، والتأخر بالنتيجة وضع لاعبينه وجهازه الفني تحت ضغط نفسي كبير. وبالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل عن ضايع، عرق المدافع السلام أحمد الخطيب لاعب الساحل النيجيري إيمانويل إيغوري فطرد من المباراة، واحتسب الحكم ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء. نجح بطل المباراة كريس ريمي أنه يسجل منها هدف التعادل للساحل ليطلق من بعد الحكم صافرة النهاية وسط أجواء من التشنج بأرض الملعب. زيارة عادة لملعب أمين عبد النور بحمدون ما بتكون نزهة على أي فريق، العديد من الفرق الكبيرة طلعت على هالملعب وواجهت صعوبات حتى أنه البعض خسر بحمدون مثل الأنصار. ليش لا أنه كان الأخاء واضع أكيد نصب أعينه الفوز على الشباب الغزية إحراز 3 نقاط والابتعاد أيضا عن آخر مركزين. الأخاء الأهلي عليه كان بحاجة لهالفوز، وجد نفسه متأخر بالمباراة لكن خرج بنهاية المطاف بالنقاط 3 يلي وضعته بموقف مقبول قبل المرحلة الأخيرة. أخاء الأهلي علي عم يتمسك بكل أمل للبقاء بالدرجة الأولى، هيدا الأمر أثبتته مباراته مع ضيفه شباب الغزية عندما حول تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 على ملعب أمين عبد النور ببحمدون بالمرحلة ما قبل الأخيرة من الدور اللبناني وسط حضور جماهيري جيد لأصحاب الأرض وإجراءات أمنية مشددة داخل الملعب وخارجه. هالفوز يلي رح يخلي مواجهة الفريق الجبلي المقبلة مع الراسينج تكون بمثابة مباراة حياة أو موت ما كان سهل أبداً، فبداية المباراة كانت متوسطة المستوى مع بعض الاندفاع الهجومي من قبل لاعبي الأخاء اللي ظهر عليهم الجدية والروح القتالية العالية ورغبتهم بالفوز اللي ترجمت بتسجيلهم هدف ما احتسبه حكم المباراة اللي اعتبر أنه الكرة دخلت المرمى مباشرة بعد تنفيذ رمية التماس من دون ما تلمس أي لاعب. الغازية رفض عبر هدافه المالي عبدالله كانوتي، لكن الحارس ربيع الكاخي كان حاضر على كرته. من بعدها كاد أليكسي خزاقة أنه يسجل، لكن تألق حارس الغازية محمد حجازي منعه من هالشي، ثم كرر الحارس الجنوبي تألقه بتصدي لتسديدة البرازيلي إيغور دي سوزا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط احتجاجات على حكم المباراة من قبل لاعبي وجمهور الأخاء. وبالدقائق الأولى من الشوط الثاني فاجأ الغازية أصحاب الأرض بهدف مباغت من هجمة مرتدة لعبدالله كانوتي أنهيها بتسديدة أرضية بشباك ربيع الكاخي لتتعقد مهمة الأخاء. لكن قبل 3 ساعة لنهاية المباراة عاد أصحاب الأرض لأجواء اللقاء بعد ما نجحوا بإدراك التعادل من ركلة جزاء ترجمة أليكسي خزاقة للشباك، وبعدها ب4 دقائق وقع إيغور على هدف الفوز للأخاء بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء عجز محمد حجازي عن صدها لتنتهي المباراة بفوز الأخاء واحتفال لاعبينه بتجنب الهبوط بانتظار المرحلة الأخيرة. عندنا هلا مباراة الراسينج مباراة مصيرية، يعني يا حياة يا موت، الفريق اللي بيربح بضل بالدرجة الأولى ومبروك على اللي بيربح، نحن رح نتحضر وهن رح يتحضروا وهذا الفوتبول. وصلنا مرحلة الأمان، نحن عطينا قد ما فينا والنتيجة إجت هيك، مبروك مبروك لنهاردك إلنا. يعني صحيح حكينا عن مباريات مهمة، لكن كان في مباراة أهم من كل المباريات بهالمرحلة والكل كان عم يتحدث عن هالمباراة. تضامن صورة الراسينج هي مباراة الأسبوع من دون شك، صحيح الكل كانوا بغير ملاعب، الكل كانوا عم يتابعوا غير مباريات،
إلا أنه الكل كان عم يسأل شو عم بصير بالصور. جمهور تضامن صور كان كتير كبير بهالمباراة أمام الراسينج. ما بعرف إذا التضامن تأثر بهالضغط الجماهيري يلي منه لاعبين ومتعودين يلعبوا تحت الضغوط. على كل حال جمهور التضامن صور كان قبل بليلة من المباراة انطلق بمسيرات داعمة للفريق. أهل صور وعلاقتهم الخاصة يلي بتربطهم بسفيرة جنوب الكرة اللبنانية كانوا موجودين أيضا بالملعب، لكن تضامن صور ولا سوء حظ جمهوره ما قدر يربح المباراة. كتار يلي كانوا موجودين بملاعب أخرى بنهاية الأسبوع، لكن من دون شك الكل كانوا عم يسألوا سؤال مشترك، شو عم بيصير على ملعب صور البلدي؟ لقاء التضامن صور والراسينج كان من دون شك مباراة الأسبوع، فالخاسر رح يدخل النفق المظلم وما رح يعرف إذا رح يطلع منه. كرمال هيك التضامن حشد جمهوره تيواجه المدرب موسى حجاج وفريقه المنتفض بالفترة الأخيرة، وكان طبيعي إنه المباراة بالبداية تكون خجولة من قبل الفريقين خوفا من تلقي هدف. فأجا الشوط الأول قليل الفرص لحد ما تمكن المدافع زهير مراد من افتتاح التسجيل للراسينج برأسية بالدقيقة 37 بعد ركلة ركنية نفذها سيرج سعيد. التضامن حاول يرد ويعادل النتيجة، إلا إنه محاولاته بقت بالفشل. وبشوط المدربين كانت الكلمة الفصل للضيوف اللي عرفوا يمتصوا حماسة لاعبي التضامن من خلال إغلاق اللعب والاعتماد على الهجمات المرتدة. وبالدقيقة 51 فاجأ الراسينج مضيفه بتسجيله هدف تاني عبر تشيكي ديفيد ستريهافكا بعد تمريرة حاسمة تانية من سيرج سعيد أحد نجوم هالمباراة. وكان جاد الزاني قلص الفارق، إلا أنه كرته اللي كانت متوجهة نحو المرمى ارتدت من مدافعي الراسينج. من بعدها توقف اللعب لعدة دقائق بسبب إشكال حصل بمدرجات جمهور التضامن. وبعد استئناف اللعب تصدى علي الحارس ببراعة لكرة خطيرة جدا من نصار نصار تبعها تسديدة ضعيفة للعاجي كونان ريتشموند لتنتهي المباراة بفوز خفف الضغط على الراسينج ليترك المركز الأخير للتضامن. لكن تبقى المرحلة الأخيرة مصيرية بالنسبة للفريقين، لأن الراسينج رح يحل ضيف على الأخاء الأهلي علي ومصيره بإيده، لأن فوزه رح يضمن بقائه بالدرجة الأولى، بينما رح يكون التضامن أمام مهمة الفوز على ضيفه السلام زغرتا، ويأمل تعادل الأخاء والراسينج ليبقى للجنوب سفير بالدرجة الأولى. فتنا على الماتش تحت ضغط شوي وهيك، وضربة ثابتة غيرت الموازين كلها. لو نحن سجلنا بالأول كان الماتش أكيد شكله تغير. وهاي ده فوتبول، كل مدرب بيجي له تكتيك خاص. يمكن كابتن موسى من المدربين اللي بتحب الفوتبول بتلعب فوتبول، هو عم نغير نحن نلعب فوتبول وتوفقنا عم ننفس خط 100%. حاولنا نعوض بشوط تاني ولكن كنا خسرانين بهدف وكان له تأثيره على الفريق، وأضعنا 3-4 فرص مهمين. هذه كرة القدم، نحن بحال فزنا المباراة الأخيرة يتعادل الأخاء والراسينج نحن بنبقى، ووارد التعادل بيناتنا لأنه الفريق اللي بيخسر بيسقط. العامل الأساسي هو العامل النفسي بهيك مباريات برا أرضك في ضغط جمهوري كتير كبير، مباراة مصيرية. قديش أنت عندك شخصية وصلب أنك تحمل وما تنهز بأرض الملعب، أنت تقدر تخلص المباراة. وهذا اللي اشتغلنا عليه من 10 أيام مش من هلأ لحد اليوم، أعطانا نتيجة هي المباراة إن شاء الله. يعني بحب شير لشغلة مهمة جدا هون، وهي تحية لكل اللاعبين والمدربين يلي عنده روح رياضية عم يكون بالدوري اللبناني لكرة القدم. حتى المدرب الخاسر واللاعب الخاسر والفريق الخاسر عم يعمل مقابلات مع الإعلام. هيدا الأمر يلي افتقدنا له بالمواسم الأخيرة، كانوا اللاعبين يلي يخسروا يخرجوا زعلانين ويروحوا إلى غرف الملابس. حتى التضامن صور بأسوأ أيامه كانوا لاعبينه ومدرب محمد زهير يلي بنوجه له كل التحية والتقدير أيضا عملوا مقابلات مع الإعلام ووضحوا وجهة نظرهم على أمل أنه النتائج المقبلة للتضامن صور ولا غيره من الفرق تكون يعني إيجابية، لأنه عن جد ما حابين نخسر أي فريق من هالفرق العريقة بالدرجة الأولى. المرحلة الأخيرة رح تكون مصيرية، أكيد رح تشوفوا هالأمر بالترتيب، إنما قبل رح نشوف نتائج المرحلة 21 النتائج الكاملة. أكيد المرحلة اللي افتتحت يوم السبت كان فيها مباراة تضامن صور والراسينج. تضامن كان عم يسقط أمام الراسينج مثل ما شفتوا بهدفين. أيضا يوم السبت الأخاء الأهلي علي كان عم يفوز على الشباب الغزي بنتيجة 2-1. شباب الساحل كان عم يتعادل مع سلام زغرتا 1-1. أيضا يوم السبت النبي شيد كان عم يفوز على العهد 1-0. العهد ورابع الكبار يلي عم يسقط أمام النبي شيد ومدربه محمد الدقة، هدف سجله علي بزي. طرابلس كان عم يسقط أمام الصفا بنتيجة 1-3، نتيجة مميزة للصفا بطرابلس. أنصار والنجمة كلاسيكو الكرة اللبنانية كان عم ينتهي بالتعادل إيجابي 1-1. كيف أصبح الترتيب بعد المرحلة 21؟
وكيف هي المعطيات للمرحلة المقبلة على صعيد الصراع بالقاع. العهد إذن بالمركز الأول ب 50 نقطة. طبعا الأنصار احتفظ بمركزه الثاني ب 42 نقطة بعد معركة الوصافي مع النجمة اللي ما انتهت لمصلحة حدا. النجمة 39 نقطة، أصبحت صعبة على النجمة حتى يحرز المركز الثاني بعد ما كان البطل بالموسم الماضي. طرابلس 30 نقطة بالمركز الرابع، نبيشيت بالمركز الخامس أيضا ب 30 نقطة، صراع كبير على المركز الرابع. سلام صغرتا ب 27 نقطة قريب بالمركز السادس، أما المركز السابع فهو للصفا ب 27 نقطة أيضا. المركز الثامن موجود فيه الشباب الغزية اللي أصبح بمنطقة آمنة 24 نقطة. شباب الساحل بالمركز التاسع ب 21 نقطة، صحيح 21 نقطة لكن منه بعيد كتير لأن الأخاء الأهلي علي خلفه تماما بالمركز العاشر ب 20 نقطة. الراسينج أيضا ترك المركز الأخير بفوزه على التضامن ب 20 نقطة، وأكيد دفع التضامن إلى المركز الأخير مركز 12 ب 19 نقطة. كيف رح يكون برنامج المرحلة المقبلة؟ طبعا بعد ما نشوف ترتيب الهدافين، مايكل إيلاكبي ما سجل مرة جديدة، مهاجم طرابلس ب 16 نقطة، لوكاس جالان 14 نقطة الأرجنتيني من سلام، عبد الله كانوتي مهاجم الشباب الغزية سجل وأصبح رصيده 13 نقطة، شيخ ديوك ما سجل 12 هدف، رامي أديكو 11 هدف، أبدي برينس سجل أيضا 11 هدف. أيضا دائما ضمن الأهداف حمد إيهاب المساكني غاب عن صفوف العهد بسبب الإصابة وباقي رصيده 10 أهداف، وسيم عبد الهادي اللي أهدى ركلة جزاء لشباب الساحل 9 أهداف، نور منصور سجل 9 أهداف المدافع هداف الصفا، علي بزي سجل أيضا 7 أهداف مثله مثل خالد تكجي، أما كونر ريتشموند مهاجم التضامصور فتجمد رصيده من الأهداف عند 6 أهداف. التشكيلة المثالية لمرحلة 21، مهدي خليل حارس مرمى الصفا كان الأفضل بمركز الظهير الأيسر، محمد قرحاني من الأنصار، نور منصور من الصفا بقلب الدفاع، إلى جنبه علي الأتات من النبيشيد. بمركز الظهير الأيمن زهير مراد من الراسينج، محمد شمص من النجمة بخط الوسط المدافع، إلى جنبه موجود علي فياض من الراسينج. أمامهم ساج سعيد صاحب التمريرتين الحاسمتين بمباراة الراسينج والتضامن، خالد تكجي من النجمة، علي بزي من النبيشيد، وإيغور ديسوزا من الأخاء الأهلي علي بخط الهجوم. بعد التشكيلة المثالية برنامج المرحلة 22 يلي منه حاسم وثابت لأنه الاتحاد اللبناني لكرة القدم بانتظار اللجنة التنفيذية لتقره ويصير ثابت. يوم الجمعة عهد أنصار حفل تتويج العهد باللقب إذا فينا نقول على ملعب العهد. يوم الجمعة أيضا طرابلس رح يلتقي النبيشيد بمباراة هامشية أيضا على ملعب برج حمود. اليوم يوم السبت النجمة مع الصفا على ملعب صيدا البلدي، مباراة مهمة للنجمة في حال العهد فاز على الأنصار لاسترداد المركز الثاني. الأحد هي الحاسمة رح تكون بالنسبة للصراع العبود، شباب الساحل الشباب الغزية تضامن صور السلام صغرتا، والمباراة النارية رح تكون بين الأخاء الأهلي علي والراسينج بملعب بحمدول بلدي. فيكن أنتو تحسبوا طبعا الترتيب، وفيكن تعرفوا الترتيب من خلال يعني ترتيب النقاط والصراع الكبير يلي أصبح بين الفرق. الأخاء الأهلي علي والراسينج رح يلتقوا، الخاسر رح يسقط إلى الدرجة الثانية في حال فوز التضامن صور. أيضا شباب الساحل منه بعيد أبدا عن المعمعة، التعادل هو بيخدم التضامن صور أيضا في حال فاز. حسابات معقدة لكن أكيد بانتظار المرحلة الأخيرة من عمر الدوري. قبل ما أختم صفحة كرة القدم المحلية بحب عبر تيل سبورتس وجميع العاملين بالبرنامج وجه التهنئة إلى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر لانتخابه باللجنة التنفيذية للاتحاد الأسيوي لكرة القدم، على أمل أنه هالمنصب يكون يعني وجه خير على كرة القدم اللبنانية ويساهم بتطوير كرة القدم اللبنانية وكرة القدم الأسيوية أيضا. سريعا إلى فاصل إعلاني ومنعود بعدها لمتابعة تيل سبورتس. دائما بكرة القدم اللبنانية اللي عم تفرض حالها بالمراحل الأخيرة من الدوري اللبناني لكرة القدم، قضية الأسبوع أيضا اخترناها من الكرة اللبنانية بطبيعة الحال متابعة لأمر تحدثت عنه بالأسبوع الماضي. رئيس نادي الأنصار نبيل بدر كان أطلق صرخة، أطلق بيان، أطلق تهديد، ما بعرف شو ممكن سميه، لكن قال إنه اللجنة الإدارية لنادي الأنصار رح تترك الفريق بنهاية الموسم. هالأمر أكيد ما بيصب بمصلحة النادي الأخضر يلي كان بلش يستعيد رونقه إذا فينا نقول هيدا الموسم، كان قريب كتير من التتويج بلقب الدوري اللبناني حتى إنه توج بلقب بطل الذهاب المعنوي، لكن نادي الأنصار عم يروح على
يمكن نفق مظلم جديد بعد استقالة اللجنة الإدارية السابقة برئاسة كريم دياب بظروف مشابهة. اللجنة الحالية ممكن تستقيل أيضا لنفس الأسباب إذا فينا نقول، لكن السؤال الكبير اللي يطرح، هل أنه فعلا نادي الأنصار عم يعاني من خضة إدارية أم هي مجرد تصفية حسابات؟ قضية الأسبوع، علي صولي. طبعا نادي الأنصار من الأندية العريقة، نادي الأنصار يعني وصل له العديد من الإداريين، ما بنقدر نحن اليوم من خلال تي ال سبورتس انه نحكي مع إداري حالي وما نحكي مع إداري السابق، من منطلق اعطاء الفرصة للجميع كانوا الكل موجودين معنا بقضية الأسبوع، حتى الجمهور كان له مكان. حاولنا بصراحة يكون معنا الأستاذ نبيل بدر رئيس نادي الأنصار، لكن تعذر هالأمر لوجوده خارج لبنان، انما الكثير بينقال بقضية الأسبوع اليوم. هي القصة نفسها، هن المشاكل نفسها، وهو المشهد نفسه. موسم جديد كان عم يمر من دون ما ينجح الأنصار بالعودة لمنصات التتويج اللي غاب عنها لسنوات عديدة. هالسنة كان الأمل كبير بتحقيق طموح جماهير القلعة الخضراء، خاصة بعد ما أنهى الفريق مرحلة الذهاب لبطولة الدوري بالصدارة، لكن هالشي ما تم ليستفيق الشارع الكروي ببداية الأسبوع الماضي على خبر مفاجئ بيتمثل بإعلان رئيس نادي الأنصار نبيل بدر استقالة اللجنة الإدارية بنهاية الموسم الحالي. اجتهادات كتيرة وتفسيرات وتحليلات أكثر حول هالقرار الصادم، لكن من دون شك قرار بدر اللي فضل الابتعاد عن الإعلام إجا على خلفيات عدة، منها النتائج الفنية الأخيرة للفريق وما اعتبره ظلم تحكيمي بحقه، إضافة لخيبة الأمل على الصعيد الإداري بعد ما وجد نفسه متروك لحاله بمواجهة كل الظروف الصعبة، وهي المشكلة اللي دفعت الرئيس السابق كريم دياب للاستقالة أيضا. كان في استياء إداري كبير، وخصوصا من رئيس النادي اللي كان هو يمكن عم يدفع من دم قلبه ومن امواله الخاصه لحتى الفريق يقدر يحرز لقب هالموسم. هيدا اكيد يمكن ولد عنده شعور بالاحباط، واكيد من مبدا التقييم التقييم الذاتي لاداره نادي الانصار كان في اقتراح من الاداره انه بيخلص الموسم بعد هالمباراتين الاداره بتقدم استقالتها افساحا في المجال لاعضاء اداره جدد يقدروا يجوا يعملوا إضافة لهالنادي. رئيس نوعد من عدة جهات إنه ما ينترك لحاله، يكون في أشخاص حده عم بيساعدوه بالدعم المالي بالدعم المعنوي. هيدا الأمور يمكن كمان ما تحقق هالسنة، وهيدا كمان حس حاله كمان إنه هو بمعركة لحاله عم بيقدر يقاتل. حرب باردة كانت موجودة حول نادي الأنصار من وقت وصول نبيل بدر للرئاسة، فبدأت الانسحابات من قبل أعضاء اللجنة الإدارية مع دخول وجوه جديدة. الإدارة الحالية اتهمت الإدارة السابقة بالتقصير بكثير من الأمور، وخصوصاً اللي كانت بتختص بالشق المالي مع تراكم الديون على النادي وملعبه. بالمقابل صقور الإدارة السابقة كانوا عم يرددوا دايماً أنه بدر ومجموعته بيتحملوا جزء كبير من مسؤولية الفشل الأخير، وصوبوا دايماً على ضرورة تغيير النهج السائد يلي دفع بعضهم للاستقالة. عند استلام الاستاذ نبيل النادي دخل الى خزينه النادي حوالي 700,000 دولار او اقل شوي. هول كانوا هن اللي غطوا ديون النادي. عم بحكيك من مبلغ 400,000 دولار وصل الهيئه العليا للاغاثه موثق بارقامه موجود للعلن، ومن الراعي الشيخ سعد الحريري وصل للنادي مبلغ 280,000 دولار. إذا بتقرأ البيان بس بالعقلية بالمنطق تبعه تلاقي إنه في تفكير دائم بإنه يا أخي خزلنا وخزلونا. هاي عقلية لا يمكن إنه تكون بنادي الأنصار، يعني ما لنا معودين عليها بنادي الأنصار. للأسف هناك من يمكن غزة هذا الشيء عند الرئيس، يعني هو الرئيس يمكن عنده إياها شوي. إذا حدا مين في كتير ناس إجت يمكن غزت له إياها، بتعرف في كتير ناس بتحب تطبل لما الرئيس. لم أعد أشعر أني أنتمي إلى شيء مميز. صار النادي بنفس العقلية تبع مشيتو الموند ما بيقولوا مثل كل شيء. أتمنى يكون المخرج اللي عم يبحث عنه إنه يكون مش الاستقالة، لأنه النادي ما حدا بينكر إنه بحاجة لأنه هو قدم كمان ما حدا بيقدر ينكر، وكتر خيره وعلى 3 سنين يعني ما على شيء حمل منه قليل.
أما الجمهور الأنصاري اللي كشف عن غضبه بكثير من المراحل هالموسم فكل همه أصبح لم شمل النادي، وبقاء نبيل بدر بسدة الرئاسة هو أمر أساسي رغم اعتراض هالجمهور مرات كثيرة على بعض القرارات وخصوصا فيما خص الشق الفني وتغيير المدربين، لكن بيعرف هالجمهور أيضا أنه الاستقرار المالي اللي عاشه النادي بعهد رئيسه الحالي من الصعب أنه يتعوض في حال رحيله. نحن نريد نبيل بدر هو يكون أظنه هو بين مع الجمهور الأنصار وبحب جمهور الأنصار وهني جمهور الأنصار هني بالدنيا كل جمهور الأنصار المتنوع بحبك مشان هيك نتوسل لك أنك ترجع. بتمنى بس من رئيس نبيل بدر أنه يرجع عن قراره لأنه هو قدوة لأنه هو أنقذ نادي الأنصار. أنا كلمة واحدة بدي أقول له إياها الله يحميك وترجع عن قرارك. حوالي مليون دولار صرفها نبيل بدر على نادي الأنصار بحسب المقربين منه، لكن الصرخة يلي أطلقها إلى أبعاد ما بترتبط فقط بالقلعة الخضراء، فالفوتبول اللبناني ممكن يتأسف من جديد على ابتعاد ممول آخر عن اللعبة تاركا وراءه تاريخ نادي عريق بخطر. مثل ما ذكرت كنا حابين انه يكون الاستاذ نبيل بدر احد ضيوفنا بحلقه اليوم ويكون موجود معنا تيوضح اكثر واكثر ما صدر عنه من كلام، لكن بظل تعذر الاتصال فيه لوجوده خارج لبنان المستشار الاعلامي لرئيس نادي الانصار الزميل عباس حسن دائما حاضر ودائما موجود ليحكي بوضوح وليفسر اكثر وليفيدنا اذا فينا نقول. مساء الخير عباس. مساء الخير لك شربل ومساء الخير لجمهور كرة القدم ولكل مشاهدي تلفزيون لبنان. يعني للأسبوع الثاني على التوالي عباس عم يفرض نفسه نادي الأنصار أحد العناوين الرئيسية ولو أنه أصبح بعيد بالمنافسة على اللقب. مناورة نبيل بدر فينا نسميها بعد البيان يلي صدر عنه؟ أنا قبل يعني تفاجأت بعضو مجلس إدارة السابق الأستاذ محمود ناطور يلي كان عم يحكي بالتقرير، بس تفاجأت لأنه يظهر أنه عنده يعني مشكلة بتذكر بعض الحقائق، لأنه أكيد واضح أنه نسيان كتير أمور أو كان موجود باجتماعات الهيئة الإدارية بس ما بعرف يعني ما كان مركز أو شيء. هلا حنرجع لهذا الموضوع. اما بالنسبه لمناوره رح نحكي عن تصفيه الحسابات بينكم وبين اللجنه الاداريه السابقه والعكس. ما في تصفيه حسابات اذا هذا الحقيقة... عباس بس يعني هذه النقطه رح ركز عليها انا وياك. نعم طيب بس يا ريت تحكي اكثر عن قصه استقاله استاذ نبيل بدر يلي هي البعض عم يعتبرها بالشارع الكروي مناوره وعم بيقولوا ما رح يستقيل نبيل بدر. لا اول شيء الرئيس نبيل بدر لما استلم الإدارة بتعرف كتير منيح كان في استقالات عديدة وصار في استقالة لأمين السر السابق محمود الناطور. صحيح. وبالتالي صار في خلل بعدد أعضاء الهيئة الإدارية، هذا الخلل عليه أن يعني يصلح. نحن على أبواب أشهر على بعد أشهر من انتخابات من انتهاء الفترة القانونية للهيئة الإدارية الموجودة حاليا، فارتأى الرئيس أن يصار إلى انتخابات مبكرة وتكون هذه الانتخابات في نهاية هذا الموسم فقط لا غير. يعني عم تأكد لأنه باقي نبيل بدر رئيس لنادي الأنصار. هو أساسا ما قال أنا سألت بدي لك شغلة. قال إنه حتفل اللجنة الإدارية كلها. شو يعني إذا قال إنه حتفل اللجنة الإدارية كلها معناته عم بيعيد تشكيل البيت الداخلي، ولكنه قال نبيل بدر مع حفظ الألقاب أدعو كل من هو قادر وعنده عضلات ما شاء الله يجي حمل هذه المسؤولية فليتفضل مش ليكون عضو بمجلس الإدارة فليتفضل لإدارة الدفة، علما بأنه نبيل بدر لم يكن يوما في مغالطات. اسمح لي شربل يعني في مغالطات بالتقرير أنه ظروف استقالة الإدارة هي مثل ظروف استقالة الإدارة الماضية. لا وألف لا, لا عباس لا. بس لحظة توضح لك هون النقطة اللي عم نحكي عنها. كريم دياب استقال تحت عنوان انه انا متروك لحالي، ونبيل بدر عم يحكي عن نفس الموضوع اكيد مع حفظ الالقاب، اثنيناتهم عم يحكوا عن نفس الموضوع. لا يعني اذا في استقاله متشابهه. لحظه، الاستاذ محمود الناطور بدي اقول لك شغله بس توضحها. بكوني انا بصفتي رئيس لجنه اعلاميه كنت احضر كل الاجتماعات. نعم. الهيئه الاداريه، اوكي؟ يعرف تماما الاستاذ محمود الناطور ليش استقالت الاداره السابقه. ويعرف تماما الاستاذ محمود الناطور اللي عم يتفضل هلا ويحكي انه كان في مداخيل عم تفوت على نادي الانصار، مبلغ ال 400 ألف دولار
انا بقول له له يوضح لي الي فيوضح للراي العام ولجمهور الانصار اذا كان يملك من الشجاعه اين صرف المبلغ ال 400 الف دولار وماذا تبقى منه لصندوق نادي الانصار. هاي اول شغله بقول له اياها للاستاذ محمود نطور اذا كان مركز. بس كلنا كنا بالمؤتمر الصحفي تبع الاستاذ كريم دياب وهو قال انه استقال لهالاسباب لانه النادي متروك حتى من مرجعيته. ما بدك الزبده انت؟ بدك الزبده ولا لا؟ تفضل. انا عم بحكيك زبده والمربى. المبلغ زبده ومربى 100%. المبلغ ال 400 الف دولار عم يتفضل يحكي فيه الاستاذ محمود نطور بدي اياه يوضح لي لو سمح هو اذا في مجال يقول لي وين انصرف وقديش دخل الى نادي الانصار منه، قديش بقي لنادي الانصار منه. هاي وحده. مبلغ هلا الغمز من قناه الشيخ سعد الحريري دوله الرئيس الشيخ سعد الحريري نعم. لم يقل يوما رئيس نادي الانصار كما كان يصدر في بيانات سابقه بانه النادي متروك من مرجعيته، لم يقل يوما الرئيس نبيل بدر، كان بالعكس يشيد باعطاءات دوله الرئيس سعد الحريري. ونحن لا ننكر دفعت لكم من تيار مستقبل مصاري هالموسم. ما عندي الرقم بس اللي عم يحكيه الاستاذ محمود نطور بس نسبة قليلة مقارنه باللي دفعه الاستاذ نبيل بدر يعني حوالي المليون دولار دفع. لا 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 انا بدي كمان اقول له للاستاذ محمود النطور لانه برجع بقول لك هو ذاكرته قويه كثير بس امرار بتخوننا كلنا على تقدم العمر بتخوننا الذاكره معلش. السؤال هو التالي، هل 280 الف دولار اللي حضرته عم يحكي عنهم خلال 3 سنوات اجوا على نادي الانصار نعم بيقدر يقول لي سياسه تلبيس الطرابيش؟ معلش بدي احكي مثل ما هي، سياسه تلبيس الطرابيش في 130 الف دولار منهم وين راحوا؟ وين راحوا؟ في 130 الف من 280 الف بس مش بس محمود النطور كان باللجنه الاداريه يعني مع وضاح الصادق كان موجود، كريم دياب كان موجود وكلهم قالوا نفس الكلام انه استقالوا لان النادي كان متروك. صحيح بدي اقول لك شغله بس بدي اقول لك شغله بتعرف اني انا قريب من الجو كله عباس بدي اقول لك شغله شربيل نحن كان رئيس النادي يعني يعير مثل ما بيقولوا انه كنت انت نائب للرئيس. انا اريد من كل الناس اللي كانوا انا كنت من ضمن الناس نحضر الاجتماعات يطلعوا لنا المحاضر اللي كان فيها نبيل بدر حاضر وهذه لها اسبابها ليش ما كان حاضر بيعرفها كثير محمود نطور. نعم. اي وحده. اثنين، في ديون ما كان على علم فيها نبيل بدر عندما اتى الى نادي الانصار، والذي يعرف نبيل بدر انا بدي اقول لك شغله اللي بيعرف عم تحكي عن موضوع الضرائب على الملعب وغيره مش بس الضرائب على الملعب. ما بدي اعمل دعايه لشركه رسام نيونس، ما بدي اعمل دعايه للاوتيلات، ما بدي اعمل دعايه للبنوك اللي اجت، ما بدي اعمل دعايه لشركه مياه كانت عم تشمع نادي الانصار اللي غيرين عليه هن وعلى عراقته وعلى اصالته بدها تشمع نادي الانصار بالشمع الاحمر. ما بدي احكي عن هذا الموضوع لانه كفى نشر غسيل فوق السطوح. كل واحد لازم يعرف حجمه، انتبه، يعرف حجمه ويوقف عنده. هذا اللي لازم اللي في ناس كثير يمكن شطحت خانتها الذاكره وشطحت ما يعني تعرف حجمها. المهم حجم عنده. نادي الانصار كبير، هذا اهم شيء. كون اكيد انه هذا اللي بيشوفوه عاده العالم بكره القدم اللبنانيه. كون اكيد شربيل، نادي الانصار مع نبيل بدر بايدين امينه، والنهج يلي عم بيقول عنه الاستاذ محمود نطور عجبني بالفرنسي، قال مسيو تو الموند. حلوه هيدي مسيو تو الموند. نبيل بدر عندما اتى الى سده الرئاسه نعم. فليخبرني الاستاذ محمود نطور الحلم الذي كان يراوده في الادارات السابقه بان يصبح امينا للسر، من حقق له؟ هلا ركزت على كلام الصديق الاستاذ محمود نطور. انا هذا الاستاذ محمود نطور زميل كثير عباس. لا 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 منا ابعد. الاستاذ محمود نطور كان زميل. بدي اقول لك شغله، انا لا اتحدث مع محمود النطور، انا اتحدث مع ما يمثل محمود النطور وانا بعرف الخلفيات، ما بدي احكي اكثر من هيك. بس بكونه الاستاذ محمود النطور زميلي بالجمعيه العموميه كنا بنفضل انا وياه نتناقش بهذا الموضوع بالجمعيه العموميه مش على مواقع التواصل الاجتماعي ولا على شاشات التلفزه. ما هيدا للاسف يعني الانديه حاليا عم تدار على مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات عم تكون على مواقع التواصل. يعني بتمنى انا انه نادي الانصار تحديدا يلي هو من الانديه العريقه وقيمته أكيد أكبر من مواقع التواصل الاجتماعي وكل وسائل الإعلام، صفحات الجرائد أو البرامج أكيد مفتوحة لنادي الأنصار. هون عباس يعني أنا بدي حملك يعني هالمهمة أنه يبتعد نادي الأنصار على المناكفات لأنه عم بتسيء له بشكل كتير كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد. تحديداً يلي هي للهواة ويلي هي للتسلية. في شغلة بس شربل، معلش أنا تعرف إعلامي وبحب أحكي كتير، تعرف نحن الإعلاميين مثل بعض نحكي كتير بس نحكي بفايدة أكيد. موضوع بدي بس اعطيهم نصيحه صغيره.
أبعدوا بلال فراج عن البازار، لأنه اللي رجع بلال فراج على نادي الأنصار هو من رفض إقالة بلال فراج الذي وقف بوجه الشركة اللي كانت دايرة نادي الأنصار، دايرة الملعب، بوجه مصالح هذه الشركة المالية، لأنه وقف بوجهها طار بلال فراج من الأنصار. وفي اجتماع عقد لإقالة بلال فراج لم يكن نبيل بدر على موجود بهذا الاجتماع، واحد. اثنان، كان رافض كليا، مش ما كان موجود لأنه بتهرب من المسؤولية، لأنه كان رافض يشارك. بس بدي عباس لو بدي اقاطعك، اسمح لي بس، لانه انا عندي المعلومات كلها وانا قريب من الجو، انت بتعرف وقريب منك وقريب من الجميع. محمود الناطور كان معترض على اقاله بلال فراج باول مرحله. محمود الناطور لم يكن معترض على اقاله، وقال انه كانت غلط، وقال انه كانت غلط، قال انه كانت غلط، كان عليه ان من اغلاط الاداره السابقه، قال اعترف بالموضوع. بس بيعترف بعال، انا هلا بيجي بقتلك وبعد 10 سنين بعترف انه كان قراري غلط. شو هالحكي هذا؟ الرجال مواقف، الرجال مواقف، بس مش مواقف بعد 10 سنين، مش بياخد قرار وبهرب بعدين بقول انا كنت ما كنت ضده. على كل حال هناك امثله عديده ما حلو نحكي فيها، بس عم بحكي على موضوع السيد بلال فراج. حاج تستعملوه بقى بالبازار وتعملوا تعلق عليه، يعني تعملوا له بلال فراج انه هو الانجاز اللي تحقق بس الوحيد هاي السنه يلي قدرت الاداره ونبيل بدر حققوا هذه السنه. ايه نبيل بدر جاب بلال فراج لانه يعرف تماما انه قرار اقاله بلال فراج كان خاطئ. اللي عم تحكيه صحيح، حتى محمود الناطور وكل المحبين والغياره على الانصار ضد استقاله نبيل بدر وبيتمنوا بقائه لانه بيعرفوا انه رح يعطي استقرار للنادي. عظيم. هلا بالعوده لهذا الموضوع، بالعوده لهذا الموضوع شربين، نبيل بدر لم يمنن احد بانه دفع مصاري، بس كان البيان فهم خطا من الكثير، يعني البعض قرا بكلمه السفهاء. نعم. طلع بالمرايه لقى حاله هو المقصود. لا، مش انت المقصود، هلا اذا في تحت باطك مسلي شيء ثاني. لا، المقصود هو السفيه. طبعا. وهم كثر. بس بدي اقول لك شغله، هذا بس بسرعه لانه انتهى وقتنا. يلا، هذا البيان شربل ما حدا يحمله اكثر ما هو بيحمل. هذا البيان جرده حساب سنوات ثلاثه، اراد الرجل ان يضع هذا الحساب لانه شفاف مع الجمعية العمومية الكبرى يلي بنتظر مؤتمر صحافي. على كل حال عباس، نحن تنستوضح أكثر لأنه بدل القصة صار صحيح. شكرا كثير لك زميل عباس حسن، يعني أغنيت الحلقة إذا فينا نقول بكل هالتوضيحات وكل هالمعلومات، على أمل أنه نادي الأنصار وهالخضة اللي عم بعيشها ما تكون عن جد تصفية حسابات بين الإدارتين وما تكون أبدا مؤثرة على استعداداته وتحضيراته للموسم المقبل. خليني بس أحكي كلمة أخيرة لو سمحت. تفضل. اللي بده يستعرض عضلاته وبده يحكي مني وجر، فلنذهب إلى الجمعية العمومية وليترشح من يريد في وجه نبيل بدر. إيه، نبيل بدر مرشح لرئاسة نادي الأنصار ولكنه ليس دكتاتوري، ففتح المجال أمام جميع من يرغب في الترشح إلى نادي، إلى رئاسة نادي الأنصار، وبشوف حاله قادر يدير الدفة. تفضلوا، كان كل كلمة له يدعيهم إلى العمل، يتفاجأ ببيانات إما على الفيسبوك إما على التلفزيونات وحملة افتراء وكذب. حرام حرام، في تاريخ لنادي الأنصار. أنتوا بكفي اللي صار خلال لا. السنوات السابقة حرام. ممتاز جدا، يعني كلنا بنتمنى يبقى نبيل بدر بنادي الانصار ويبقوا هالاشخاص يلي عم يضحوا ويعطوا كثير لكره القدم اللبنانيه. بتشكر كثير اتصالك معنا لليله، واكيد رح يكون لنا متابعه على موضوع نادي الانصار ولهالخضه اذا فينا نقول بين مزدوجين يلي عم يعيشها. سريعا الى فاصل اعلاني ثاني وبنعود بعدها لنتابع باقي الرياضات المحليه بتل سبورتس لليله. بالرياضات المحليه رح نكون مع فروسيه طائره وكره يد. كأس شرم خشن للفروسية صار بأجواء حلوة كتير وبمشاركة أبرز الخيالين الموجودين على الأراضي اللبنانية. للسنة الخامسة على التوالي أقيمت كأس شارلم خشن للفروسية لقفز الحواجز بنادي زغرين بمنطقة زغرين، وقد شارك عدد كبير من الفارسين والفارسات بعدة فئات مختلطة. المنافسة كانت حلوة من البداية مع فئة الهواة وتحديدا المجموعة N اللي انتهت لمصلحة ليال سلوم على حساب محمد كشلي ومارا إنجيا.
ثم بالفئة أو انحصرت المنافسة اللي صارت على مرحلتين بين 12 مشترك من أصل 25، وذهب المركز الأول لتوماس مخشن على حساب سعيد الأسعد وديان سوفيتوم. منافسات الفئة دي تميزت بالسرعة والقفز العالي للخيول لتجاوز العقبات، فكان المركز الأول من نصيب فيصل الأسعد أمام مارك ميطلة وجاد الدنا. الفئة سي كانت سريعة بما أنه عدد المشتركين ما تجاوز الرقم 7 وصارت على مرحلتين، مرحلة لتسجيل مرور دون خطأ وآخر ضد الساعة، فكان بالمركز الأول جاد الدنا أمام توني عساف. الفئة الأخيرة أي بي كانت شكلية، حيث شارك فيها متباري واحد جاد الدنا اللي حاول إبهار الجميع بفرسه هارت بريكر بقفز الحواجز اللي تجاوزت ارتفاع عن 120 سنتيمتر. لا محبية الفروسية، أكيد بكرة المساء ساعة ابتداء من ساعة 2:30 رح نكون مع التحقيق بالأحرى نقل لوقايع هالحفل الرياضي الرائع اللي كان عم بيصير بنادي زغرين للفروسية. ابتداء برجع بذكر من الساعة 8:30 المساء بكرة الطائرة، الأنوار الجديدي صار كتير القريب من الفوز ببطولة لبنان لطائرة الرجال بعد مباراة حلوة كتير مع زهرة طرابلس. بسلسلة المباريات النهائية لبطولة لبنان لكرة الطائرة لفئة الرجال، صار فريق الأنوار الجديدة قريب من الفوز بالبطولة بعد فوزه بأول مباريتين على الزهراء طرابلس بسهولة، ليؤكد الفريق البيروتي استعداده الفعلي للفوز بلقب هالعام، علما أنه الفريق طرابلسي ممكن يقلب الدفة ويعادل النتيجة ليمتد من بعد التحدي للمباراة الخامسة، وإن كل شيء بيصير ممكن يحصل. اليوم الأنوار الجديدة متقدم 2-0 بعد فوزه بالمباراة الأولى بنتيجة 3-2 على ملعب المينا طرابلس، ثم بالمباراة الثانية 3-0 على ملعب مجمع المر اللي اكتظت مدرجاته بالمتفرجين، وهيدا عم بيصير للمرة الأولى من فترة طويلة. المباراة الثالثة من السلسلة رح تصير مساء الأربعاء بقاعة المينا، فهل سيتمكن الأنوار من الفوز باللقب أم أنه هالمباريات رح تمتد للقاء رابع؟ هيدا اللي رح نعرفه هالأسبوع. من الطائرة لكرة اليد وأبرز البطولات المدرسية، ختام مسابقة كرة القدم بطريقة مميزة جدا كان الموعد يوم أمس بمباريات النهائي لمسابقة كرة اليد للألعاب الرياضية المدرسية اللي استضافها ملعب نادي الصداقة. قمة هالمباريات على الصعيد الفني كان نهائي الفتيات مواليد 97-98 اللي تابعه من المنصة الرسمية للملعب رئيس وحدة الأنشطة الرياضية المدرسية مازن قبيسي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة اليد عبدالله عاشور. مباراة رائعة ومثيرة قدموها فتيات موهوبات جدا بكرة اليد ممكن يكون الأساس لتعزيز حضور السيدات بهاللعبة مستقبلا على صعيد لبنان وخلق بطولة بإمكانها منافسة بطولة الرجال ومنتخب وطني يكون له حضور على الساحتين العربية والقارية. فريق مدرسة منارة جبل عامل بطل الجنوب كان بمواجهة فريق سيدة الجمهور بطل جبل لبنان بلقاء انتهى شوطه الأول المثير بالتعادل 4-4 قبل ما يحسم الجمهور النتيجة لمصلحته بنتيجة 10-8 بفضل تألق ماريا كريستينا سمعان اللي سجلت 6 أهداف، بينما برزت زهراء قبلين من ناحية الفريق الخاسر بتسجيلها 4 أهداف. منارة جبل عامل أيضا خسرت لقب مواليد 99-2000 أمام متوسطة زفتة الرسمية بنتيجة 9-10، بينما كان لقب الذكور مواليد 99-2000 من نصيب روضة الفيحاء الفائز بفارق هدف على الجمهور 21-20، ولقب مواليد 97-98 من نصيب المدرسة الألمانية اللي فاز فريقها على مدرسة المصطفى 18-14. ناتالي نصر الله واخبار السوشيال ميديا المهضومه اصبحوا جاهزين، خلينا نشوف شو مع الليله. بونسوار ناتالي. مساء الخير شربل، مساء الخير داني. رح نبدا فقره السوشيال ميديا الليله مع نجم برشلونه الارجنتيني ليونيل ميسي يلي يبدو انه عم بيعيش افضل ايامه بهالفتره، فبالاضافه الى تالقه بالمباريات مع فريقه وتسجيله العديد من الاهداف، كان ليونيل ميسي عم بيزف خبر سعيد بيتعلق بحياته الخاصه، وكان عم بيعلن عبر صفحته على فيسبوك انه زوجته أنتونيلا حامل، ونشر النجم الارجنتيني صوره بيظهر فيها ابنه تياغو عم بيبوس بطن امه وعلق على انتظار مولوده الجديد وقال ماني قادر انطر لاستقبلك بعالمنا، منحبك تياغو ماما وبابا.
وكان ميسي عم بينال إشادات كبيرة باليومين الأخيرين بعد قيامه بلفتة مميزة بالمباراة اللي فاز فيها فريقه على كوردوبا 8-0 بالليغا، عندما قرر ترك الكرة لزميله نيمار لتنفيذ ركلة جزاء حصل عليها الفريق الكتالوني بالمباراة، على الرغم من المنافسة الكبيرة بين ميسي ورونالدو على صدارة ترتيب الهدافين. أما الخبر الثاني فرح نكون مع المباراة اللي جمعت فريق ريال مدريد وضيفه ألميريا بالليغا، واللي شهدت عدة أحداث شغلت مواقع التواصل الاجتماعي. فالمباراة كانت هامة للفريق الملكي ليواصل ملاحقته لبرشلونة المتصدر ويبقى على فارق النقطتين معه، وهالشي صار بعد فوز الريال 3-0. وبنفس الوقت كان صراع الهدافين له حضوره، فكريستيانو رونالدو كان عم بيحاول توسيع الفارق بينه وبين ميسي بصدارة ترتيب الهدافين، والحدث اللي ضجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي وهو غضب رونالدو بعد ما سجل زميله بالفريق ألفارو أربيلوا الهدف الأخير باستغلاله تمريرة تشيتشاريتو كانت بطريقة لتوصل للدون. المتابعين قارنوا بين ردة فعل رونالدو وميسي، واعتبروا رونالدو اللاعب الأناني اللي بتهمه مصلحته أكثر من مصلحة فريقه، فيما اعتبر البعض الآخر أنه رونالدو معذور بردة الفعل، خصوصا أنه الصراع مشتعل بينه وبين ميسي. ولقطة تانية مضحكة تداولها رواد الفيسبوك وتويتر من المباراة نفسها للاعبي ريال مدريد جيمس رودريغيز وفابيو كونتراو اللي كانوا مستعجلين لتنفيذ رمية التماس، فنفذها اللاعبين بنفس الوقت مثل ما عم يظهر بالصورة. أما الخبر الثالث فرح يكون عن حادثة أخرى تنقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت خسارة فريق بايرن ميونخ أمام فريق دورتموند بركلات الترجيح 2-0 وخروجه من نصف نهائي كاس ألمانيا. وكانت ركلات الترجيح كارثية على بايرن، إذ فشل بترجمة أي من محاولاته الأربعة اللي نفذها بعد ما فقد فيليب لام وتشابي ألونزو توازنهم خلال التسديد وما أصابوا المرمى، بينما ارتدت ركلة الحارس مانويل نوير من العارضة وتصدى حارس دورتموند ميتشل لانجيراك لكرة ماريو غوتسي. سقوط لام وألونزو وإضاعتهم لهالركلتين بطريقة غريبة كان عم يتم تناقله بطريقة ساخرة بعدة صور انتشرت بعد نهاية هالمباراة. أما الخبر الأخير فرح يكون على البرازيلي لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يلي يبدو أنه نجح بمواعدة الفتاة اللبنانية لاريسا سعد. لاريسا يلي بتنحدر من عائلة غنية من ساو برناندو دو كامبو. مواعدة لاريسا كان بمثابة إنجاز للوكاس يلي كان له من سنة 2013 عم بيسعى لهالعلاقة، ولإقناع عائلة لاريسا يلي ما كتير بيشجعوا لاعبين كرة القدم. وكان لوكاس عم بيعلن وعم بيعبر عن حبه لصديقته بعد ما نشر صور لألن على موقعه الخاص بإنستغرام وكتب: هيدا أفضل نعمة حصلت عليها بحياتي. وكانت التعليقات الإيجابية لمحبي ومشجعي لوكاس عم تنتشر على صوره ترحيبا بهالعلاقة. مع هالخبر منكون وصلنا لختام فقرة السوشيال ميديا، عودة لعندكم شيرف الوداني. مسينا نتليع الأخبار المهضومة لوكاس مورا مزوق من دون شك، وميسي مولع بالبيت وبرات البيت. على كل حال سريعا إلى صفحة الرياضة الدولية، عنا فوتبول موتو جي بي وألعاب قوى. قبل الختام بدي أشير لخبر عاجل، هو خبر بيختص بكرة السلة اللبنانية. الاتحاد اللبناني لكرة السلة أقر إيقاف لاعب نادي الحكمة جوليان خزوه محليا ودوليا، وأبلغ الفيبا بهالموضوع. يعني أمر لافت أنه اتحاد كرة السلة بلش ياخذ قرارات جريئة. على كل حال أنا بدي أودعكم لحد هون، على أمل أنه نلتقي معكم بالأسبوع المقبل. إلى اللقاء. إلى اللقاء.